أخبار اليوم. انت ما لقيتش مكان تقعد فيه ولا ايه؟ ايه مفيش مكان نقعد فيه. مفيش مكان؟ مفيش. طب ما حاولتش ليه تحجز في ميعاد تاني مثلا ولا حاجه؟ مستعجلين وعاوزين نروح. جينا هنا عشان نحجز ونركب مفيش مكان في القطر. ما انا اروح المنيا. لا قاعده دي ممكن نقف كمان. ما بلاقيش احنا كل ما نيجي واحد قاعد يقعد على كرسيين وهم اللي قاعد على الكرسيين دفع يدفع اكتر مننا. ده احنا لسه اللي يدفع على الكرسي هندفع زيه، اللي مقعد زي على الكرسي احنا هندفع زيه. في ناس بتبقى قاعده على الكراسي وفارطه رجليها وما ترضاش تقعدك، تقول لك ده محجوز. يعني تعارك ما متعارك ما فيش فايده، يقول لك ما يعني. في ناس تبقى قاعده على كرسي مثلا وحاجه كرسي فارط رجليها او حاطط شنطه او حاطط اي حاجه ما يرضاش يركبك وما تعرفش تقعد منه خالص. طب ليه مش المفروض هنا بيبقى فيه مثلا فرد امن المفروض تقول له حاجه زي كده لو في اي مخالفه؟ ده ما فيش حد، حتى لو في ناس موطت بعضها حتى ما فيش حد بيجي. القاضي اللي بيجي بورسعيد ده يمتد الخط بتاعه لمدينه الاقصر، يعني كخدمه لاهالي جنى ونجي حماد. انت ما بتلاقيش رحله مباشره لحد الاقصر على طول؟ لا بنلاقي كتير، انا بنلاقي محمد اساسا، يعني بنلاقي ان شاء الله، يعني هو بس كخدمه زياده، يعني كخدمه تسال اهل نجا حماد وجينا ولحد الاقصر يعني.